بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. النهاردة أحبائي في الله جايبين لكم مجموعة وظائف يصل راتبها إلى 5000 جنيه وطريقة التقديم والشروط. طيب أحبائي في الله، قبل ما نشوف الموضوع بالتفصيل ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. وظائف شاغرة للشباب ولجميع المؤهلات والأعمار بمرتبات تصل ل 5000 جنيه والشروط وكيفية التقديم. طيب تعالوا كده نتعرف مع بعض واحدة واحدة ونشوف طريقة التقديم والشروط وإيه الشركات اللي هي طالبة الوظائف. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن توفير وظائف شاغرة للشباب، وكانت الوظائف التي تم الإعلان عنها اليوم بشركة دواجن في القاهرة، ومطلوب خريجي تعليم عالي ذكور بتقدير جيد إلى جيد جدا في اللغة الإنجليزية، ويشترط أن لا يزيد السن في هذه الوظيفة عن 25 سنة، يعني شباب الخريجين، والخبرة غير مطلوبة، والعمل 8 ساعات، والراتب مجزي بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي والطبي، ويتم إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي. طبعا أحبائي في الله أنا حسب لك الإيميل اللي أنت حترسل عليه السي في بتاعك على تحت الفيديو في صندوق الوصف، الإيميل اللي هو الإيميل ده. طيب يلا نكمل بقى ونشوف إيه الوظائف تاني. طيب ايه هي نوعية الوظيفة؟ منسق مشتريات. الوظيفة الأولى منسق مشتريات ولا يشترط فيها الخبرة، والإيميل هسيبه إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب تعالوا نشوف كمان في وظائف تاني. كما أعلنت الشباب والرياضة في وقت سابق أول أمس عن وظائف خالية وعاجلة أخرى، حيث مطلوب على وجه السرعة سائق مندوب مبيعات بشركة برايم للمنتجات الغذائية، والوظيفة عبارة عن سائق مندوب مبيعات، ومطلوب مؤهل عالي ومتوسط وخبرة سنة ورخصة خاصة أو مهنية، والسن لا يزيد عن 33 سنة، والراتب 3000 جنيه بخلاف العمولات، ويوجد تأمين صحي واجتماعي، وللتقديم يتم ملء الاستمارة التالية. وده رابط الاستمارة أحبائي في الله أو رابط التقديم اللي انت حتخش عليه، واحنا هندخل عليه دلوقتي ونشوف طريقة التقديم. حسيبه برضو في صندوق الوصف علشان اللي حابب يقدم. تعالوا ندخل عليه كده مع بعض ونشوف. آدي رابط التقديم، شركة برايم، شركة برايم للتوزيع، وهنا جايبين الشروط. طبعا انت تقرأها براحتك. ننزل بقى على الاستمارة، بتدخل الاسم هنا رباعي، وبتدخل السن رقم 2 ورقم المحمول زي ما قلنا لازم يكون صحيح، المنطقة السكنية، المحافظة، المؤهل الدراسي، بتحط نقطة كده، بتدوس مؤهل عالي مثلا كده، أو أيا كان، طبعا أنت بتحط متوسط أو عالي وحسب المؤهل بتاعك. هل لديك خبرة في نفس المجال؟ بتقول له نعم أو لا، برضو بتضغط. نوعية الرخصة، مهنية أو خاصة، بتختار طبعا نوعية الرخصة بتاعتك، النوع ذكر أو أنثى، وبعد كده بنضغط إرسال. بنضغط إرسال، بمجرد ما بتضغط إرسال بياناتك بتروح الشركة وبتنتظر هم يردوا عليك بناء على البيانات اللي انت أدخلتها. طيب وكده خلصنا أحبائي في الله الفيديو. يا رب أقدر أكون بفتكم بمعلومة أو بوظيفة جميلة، ويا رب أقدر أكون ساعدت حد محتاج في بيدور على وظيفة. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة أحبائي في الله علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله.